لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. فاطمة المزدي تدعو رئيس الدولة إلى حل حركة النهضة. قالت النائبة في البرلمان فاطمة المزدي اليوم أن حركة النهضة تثير الريبة على عدة مستويات، وهو ما يستوجب حلها. واعتبرت فاطمة المزدي حركة النهضة تنظيما إرهابيا وليس حزبا سياسيا، كما دعت رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فتح هذا الملف وملف الحزب وتحمل مسؤولياته التاريخية في حله ومحاسبة كل الأطراف. أضاف في التصريح لإذاعة شمس إف إم إنه عار على الدولة وعار على مسار 25 يوليو ألا يستكمل مسار المحاسبة فيه كل من يعمل فيه حركة النهضة الإرهابية، حيث وصفت إنها تثير ريبة على عدة مستويات وهو ما يستوجب حلها. وقالت إنه على الرئيس قيس سعيد التدخل ومحاسبة كل الأطراف التي تعمل في هذه الحركة وفتح هذا الملف وتحمل مسؤولياته التاريخية. وقالت أن حركة النهضة عار على الدولة التونسية بسبب ما تفعله من مشاكل وتسبب أزمات إلى الدولة التونسية، وتثير أيضا الريبة والخوف لكل المستويات في تونس، وهو ما يستوجب حل حركة النهضة، حيث كان هو طلب فاطمة المزدي والذي وجهته للرئيس قيس سعيد صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الآن لم تتلقى أي رد من الدولة التونسية أو الرئيس قيس سعيد. اللهم احفظ كل أبناء الشعب التونسي يا رب واحميهم.